ولا حد الميه او تدرس ما بنتجي التركية. ب15/10 تم استنكار ووقفه احتجاجيه على جفاف الهوار وعلى بالذات وزاره الموارد المائيه لعدم اهتمامها بمتابعه الاهوار والحصه المائيه الكافيه للاهوار. الحقيقه وزاره المائيه وزاره بارده ليس لها اي عمل، وزاره حبر على ورق، وانا مسؤول عن كلامي لكون التقينا بسيد الوزير يوم 3/6/2022 بمقر وزاره بغداد وانذرنا بالجفاف الذي تآكل بالاهوار ولم يحرك اي شيء. كنا نأمل انه وزاره الموارد المائيه باسناد وزاره الزراعه ان ينشئون غرفه طوارئ في قلب هور الحمار لمتابعه الاهوار وتشكيل مضخات. مناطقنا جفت استاذ، مناطقنا جفت، مياه ماكو وانتهت، الحيوانات ماتت، الاسماك ماتت، يعني حتى البشر هاجر من مناطقه، هاجر ومشى، ما حد بقى، يعني بال 100 بيت بقى 30 بيت كلها هاجرت العالم. نحن اليوم في مدينة التشبايش انطلاق الحملة الوطنية لإنقاذ الأهوار التي دعا إليها ناشطين مدنيين وأبناء الأهوار. ندعو وزارة الموارد المائية إلى تنظيم إدارة المياه وتأمين اتفاقية دولية لتأمين الحصص المائية. تعرضت المناطق الأهوار إلى الجفاف ونقص المياه، مما انعكس على نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات. الإحصائيات الأولية تشير إلى أكثر من 3000 رأس جاموس، بالإضافة إلى 98% من الثروة السمكية تعرضت للهلاك. لدينا في مدينة التشبايش حصرا 1500 صياد أسماك عاطل عن العمل نتيجة جفاف الأهوار. ندعو الجميع إلى دعم مناطق الأهوار وتنظيم اتفاقيات دولية لوصول المياه إلى مناطق الأهوار. يمتلك قضاء التشبايش أكثر من 35 رأس جاموس و1500 صياد لهذه المنطقة، بدأ النزوح إلى مناطق أخرى. لذلك نناشد الحكومة المركزية تكثيف الحوارات مع الجهات المعنية والمختصة بتوفير المياه للعراق بشكل عام، ألا وهي تركيا وإيران. فلذلك من هذا المكان سوف تكون انطلاقتنا الأولى ومن ثم الثانية باتجاه المحافظة بغداد لوزارة الموارد المائية المعنية بهذا الشأن، خاصة وأنها درجت قضاء التشبايش في عام 2016 على لائحة التراث العالمي وملزمة عليها بتوفير الحصص المائية. يضاف إلى ذلك أن هنالك مشاكل داخلية من حيث الحصة المائية والتجاوزات المائية. بنين دوليين لا يمكن غض النظر عن الحصة العادلة للمياه فيهما.